مساك الله بالنور كيف حالك؟ يطول لي عمرك استاذ فيصل. استاذ مسبر الدوسري مساك الله بالخير، الشاعر السعودي الجميل. الله يمسيك بالنور والسرور ويطول لي عمرك استاذ. الله يحفظك. احنا اليوم ومعنا اليوم الاستاذه فاتن. اي طبعا قاعد اسمع صوتها هذا. يسلمك. يا هلا مرحبا فيك شاعرنا مسفر الدوسري، نورتنا. هلا نورتنا بالاتصال، لكن اتمنى تنورنا ان شاء الله في استديوهات على السيف. النور نوركم، يطول لي عمرك، تتشرف ابوي. خليك عيلانة، اقول لك لو الزمان يرد للخلف مره بابا مسفر. اي انا قاعد اقول قبل شويه وانا قاعد اسمع التحتين طبعا الشعراء والساحة وكذا، وأقول والله ما شاء الله العيال كبرت. اي والله كبرنا. أنا صرت يده بابا. أنا صرت يده. قاعد أسترجع أيام ما كنت بالضبط، يعني كانت هذه مخرجتها، ما كانت تناديني غير بابا وما كنت ناديها غير فتوري. يعني أنا كثير سعيد إنه هذه النبتة الجميلة اللي راهن عليها كثير من الشعراء، يعني يمكن ما أكون أنا الوحيد اللي وقتها بالثمانينات كنت راهن على مثل هذه الزهرة الجميلة، إنه يكون لها شذا مختلف في الحقيقة. والواحد الآن يمكن في هذه اللحظة يسترجع هذا العمر السابق ويقول يعني يفرح انه رهانه ورهان الاخرين على هذه الزهره، انه اثبت صحته ومصداقيته. ويمكن اكون انا واحد من اكثر الناس السعيدين اللي يسمعون هذا اللقاء الان ويشوفون يعني هذا الاسم اللي الان اثبت وجوده بالساحه واثبت فعلا على تفرده. نعم. في عطره استاذ مسفر عزيز، سميه احسن الله عدوك. ليش اليوم انت اتهمت انك تكتب للاستاذه فاتن؟ شوف، هو يعني احنا عندنا مشكله اصلا في حكايه شعر التفعيله بالمناسبه. نعم. يعني الكثير من القراء، وانا اعتقد ما هو يمكن لخلل فيهم بقدر ما هو قصر عمر التجربه، يعني بالنسبه لشعر التفعيله عندنا بالخليج. فكان كل الشعراء اللي يكتبون تفعيله بالنسبه للمتلقي كلهم سوى، مو قادرين، يعني كان صعب عليهم ان يفرقون بين شعر مثلا فايق الله يرحمه وشعر بدر. على اختلاف يعني المدرستين. انا اعتقد انه الان الناس لا قادره، عندها من الوعي الكافي. نعم. اللي قادره تميز الشعر الحقيقي او الشاعر الحقيقي او الشاعره الحقيقيه. نعم. ما عادت مثل ما كانوا قبل، اول ما طلعت فاتن و... نعم. او غيرها من الاسماء، سواء من الشعراء او الشاعرات، كانوا دائما محط اتهام. نعم. انه فلان يكتب. نعم. لفلان وفلان يكتب. بس انت عدلت. نعم. لي بابا. التعديل ما يعتبر كتابة، ما يعتبر كتابة. لا لا، هم يعتبرون يعتبر كتابة. نعم. نعم. انت عدلت لي وانت علمتني. انا الاستاذ فايق الله يرحمه ويسكر روحه الجنة عدل لي الدكتور عبد الله العتيبي الله يرحمه رحمة الله عليهم جميعا. يا استاذ مسفر، اليوم عدل لي. اليوم سعدنا في مداخلتك. للأمانة انا شفت شخصيتك في فيلم حبيب الارض. نعم. وكان ودي التقي فيك. هل انت كنت هذا الشخصيه؟ انا العظيم الشرف. باذن الله ان شاء الله اشوفك عندنا ضيف في برنامج على السيف في قادم الايام. انا سعيده بسمع صوتك. حياك الله.